مرحبا بكم في قناتي على اليوتيوب English in 24. قبل البدء لا تنسى أن تدعمنا بسبسكرايب لتتوصل بكل ما هو جديد. اليوم إن شاء الله سنتطرق لأهم الدروس في اللغة الإنجليزية، ومن بين أهم الأفعال في اللغة الإنجليزية ألا وهو verb to be. verb to be يعني فعل يكون باللغة العربية. سنشرح هذا الدرس بطريقة بسيطة جدا، الكل سيفهم الدرس يعني في نهاية إن شاء الله، في نهاية هذا الفيديو ستفهم verb to be، ماذا نقصد ب verb to be، وكيف سنستعمل verb to be في اللغة الإنجليزية. مثلا لدينا I تعني أنا، نضيف هنا verb to be، هذا يسمى verb to be. I am. لدينا you تعني أنت أو تعني أنتم، ويعتبر هذا الدروس، هذا الدرس من بين أهم الدروس في اللغة الإنجليزية. you يعني أنت أو أنتم، يتبعها are، هذا يسمى verb to be. I am، you are، we have here she تعني هي، يعني نقول she is، he okay، he يعني هو، he is، هذا يسمى verb to be. I am، you are، she is، he is. Then we have it تعني هو أو هي لغير العاقل، يعني تعني هو أو هي لغير العاقل. مثلا نقول it is. ماذا لاحظنا هنا؟ دائما نستعمل is عندما يكون لدينا مفرد. We use is for singular للمفرد. نقول I am، you are. هذا ليس يعني you ليس يعني مفرد، يمكن أن يكون جمع، لذلك يعني نضع له are. She is، he is، it is. Then we have we يعني نحن. Yes، we نقول we are. لاحظ سوف نرى كيف نستعمل يعني verb to be. Then we have they تعني هم، they are تعني هم. ماذا نستعمل verb to be؟ الآن يعني أصبحنا نعرف verb to be، لكن لا نعرف كيف نستعمل verb to be. لاحظ هنا دائما نستعمل verb to be مع الصفات، ممكن أن نستعمله مع الصفات، سوف نرى بعد في الأخير سأعطيك بعض الأمثلة. adjectives يعني تعني الصفات، يعني يمكن أن نستعمل، يمكن أن نستعمل verb to be مع الصفات. في بعض الأحيان يمكن أن نستعمل verb to be مع nouns الأسماء، في بعض الأحيان نستعملها مع verb ing. سوف نرى هذا إن شاء الله، لكن اليوم سنتحدث عن الصفات. سأعطيك بعض الصفات وكيف سنستعمل verb to be. سهل جدا، الدرس سيكون جد مبسط، وحتى طريقة يعني استعمال verb to be ستكون جد بسيطة. مثلا سأعطيك هذه الصفات، يعني تصف شخص happy تعني سعيد، right، سعيد. مثلا sad، sad يعني حزين، حزين. ماذا نقول؟ نقول I am happy، يعني نستعمل verb. لا يمكن أن نقول I happy، it's not correct، ليس صحيحة. يجب أن نقول I am، أنا I am happy. For example I am sad، أنا حزين. For example tired، ماذا نقصد ب tired؟ tired يعني تعبان. أوكي سأكتبها هنا، وسأعطيكم يعني بعض الأمثلة يعني في الأخير. تعبان يعني tired. For example we have yes، lazy، lazy يعني كسول. ماذا نقول؟ سنأتي الآن سوف نرى كيف نستعمل verb to be. I am happy. لا يمكن نقول I happy أو القول you sad or you happy. يجب أن نذكر يعني verb to be. مثلا نقول I am happy، أنا سعيد. You are happy. She is، هي يعني هي سعيدة. She is happy. You can say he is، هو. He is happy، هو سعيد. It is، يمكن نقول it is happy، لأن it ممكن أن تعود يعني للحيوان. مثلا لدي قطة، يمكن أن نقول it is happy، هي سعيدة. You know my cat، يا قطتي. Then we have we are. مثلا we are tired، نحن تعبنا. We are tired. Then we have they are، هم. Yes، هم you know for example lazy، lazy يعني كسلاء، هم كسلاء. You can say they are lazy. Okay، let's see here. سأعيد. I am، this is a verb to be، هذا يسمى verb to be. ماذا لاحظنا هنا؟ نستعمل is يعني للمفرد، ونستعمل
are للجمع، يعني يستعمل is للمفرد و are للجمع. For example, I'm tired. أنا تعبت أو أنا تعبان. I'm tired. You can say I'm lazy. أنا كسول مثلا. You can say you are يعني أنت أو أنتي أو أنتم، لأن قد تعني أنت، you قد تعني أنت، أو قد تعني أنتم، أو قد تعني أنتي مثلا. سأقول you are lazy. She يعني هي. يمكن استبدال هنا she باسم فتاة. يمكن نقول for example Sarah is tired. You can say Sarah is lazy. هي يمكن أن نستبدل يعني هي باسم فتاة، مثلا نقول أحمد. لا يمكن نقول أحمد he is، نقول عوضا نستعمل يعني هي نستعمل أحمد. أحمد is lazy. Or you can say أحمد is tired، يعني تعبان. يمكن نقول أحمد is happy. يعني ماذا لاحظنا هنا؟ verb to be أين هو verb to be؟ we have am is are. نستعمله يعني am for I يعني أنا. You can say I am. Is نستعملها للمفرد. She is هي. She is. He is. It is. ماذا لاحظنا؟ نستعمل is عندما يكون لدينا المفرد، ونستعمل are عندما يكون لدينا الجمع. مثلا they هم، مثلا we نحن. And then we have you أيضا تعتبر يعني جمع، لذلك نستعمل معها are. ودائما نستعمل verb to be مع صفات، مثلا happy سعيد، sad حزين، tired يعني تعبان، lazy كسول. Okay, سوف نرى الآن. Okay, eraser. Yeah, it's here. We have here. Okay, let's see. سأعطيكم بعض الجمل وكيف نسأل يعني باستعمال الصفات. أنت بس سأعطيك طريقة بسيطة جدا في السؤال. مثلا نقول you. Okay, you are. أنت. You are. For example, happy. أنت سعيد. Happy. يعني تعني أنت سعيد. وإذا أردنا أن نسأل سؤال نقول هل أنت سعيد، ماذا سنفعل؟ سنأخذ are هنا وتصبح سؤال. سأقول لك are. Okay. Are you. Are you happy. هل أنت سعيد. يعني عندما نأخذ يعني verb to be له هنا تصبح يعني سؤال. مثلا are you happy. هل أنت سعيد. سأعطيك مثال آخر. مثلا she. ماذا قلنا she؟ ماذا يتبعها؟ نقول مثلا she is هي. أوكي، سوف نلاحظ هنا قبل أن نمسح. ماذا لدينا؟ you are happy يعني أنت سعيد. أنت سعيد. ماذا لاحظنا؟ لاحظ ماذا فعلنا هنا. عفوا، أخذنا are إلى هنا وأصبحت سؤال. are you happy. are you happy. هل أنت سعيد؟ ماذا سنقول؟ سنجيب ب yes. يمكن أن نقول yes أو نقول no. إذا قلنا yes سنقول yes I am happy. نعم أنا سعيد. yes I am happy. أو سنقول no I'm not. لست سعيدا. I'm not happy. لست سعيد. okay. يعني سؤال ماذا قلنا؟ يعني لدينا هنا جملة يعني affirmative. Or you can say we have in a sentence you are happy. أنت سعيد. ماذا لاحظنا؟ أخذنا هنا يعني are ونلاحظ بأنها تحولت إلى سؤال. you are happy تحولت are إلى هنا أصبحت are you happy. هل أنت سعيد. yes I'm happy. أو سنقول no I'm not happy. Okay, let's see. سوف نرى بعض الأمثلة الأخرى حتى يعني نتأكد بأننا فهمنا هذا الدرس ويعتبر مهم جدا. مثلا سأعطيك هذه الكلمة، هذه الجملة عفوا. مثلا she is cute. ماذا نقصد ب she is cute؟ يعني هي، لأن she تعني هي. هي جميلة. إذا أردنا أن نقول هل هي جميلة، ماذا سنفعل؟ سنأخذ is لهنا وستتحول إلى سؤال. ماذا ستصبح هنا؟ is she. is she for example cute. التي تعني هل هي، يعني أصبحت سؤال. هل هي جميلة. yes right. مثلا سأعطي مثال آخر حتى تفهمون أكثر. مثلا لدينا هذا يعني هذه الجملة. مثلا he is هو. he is for example happy. يعني هو سعيد. he is happy. ماذا سنفعل؟ يعني هو سنكتبه هو سعيد.
اوكي، ناخذ هنا ايزي له ناقص تصبح يعني سؤال ساسالك، هل هو سعيد؟ ماذا سنقول؟ از يا از هي هابي، هل هو سعيد؟ از هي هابي، يو كان سي هل هو سعيد. يعني طريقة السؤال سهلة جدا، تكون لدينا جملة نأخذ إيزي لهنا وتصبح سؤال. So thank you very much، شكرا على المتابعة، لا تنسى أن تضع لنا سبسكرايب لتتوصل بكل ما هو جديد. السلام عليكم.